السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج خط احمر. كالعاده قبل ما نبداو خلوني نرحب بالضيوف اللي شاركوني في تقديم هذا البرنامج، والبدايه كالعاده من الاخصائي النفساني محمد فرجاني. مرحبا بك محمد. مرحبا بك الاخت فضيله وكامل مشاهدينا الكرام، وان شاء الله كما قلتي دائما ان شاء الله نكونوا في الخير دائما بالخير، ندخلوا عليكم ان شاء الله لكل العائلات والاسر الجزائريه، ونتمناو الخير ديما ان شاء الله. ان شاء الله. وكالعاده البشير الابراهيمي الغائب الحاضر ما على بالناش وناه. موضوعنا لنهار اليوم راح يكون موضوع بالك بزاف نشوفوه في الشارع، بالك شكون فينا اللي ما يكونش يمشي في الزنقه ويشوف كثير من النساء اللي يفترشوا الارصفه، مش فقط نساء بل حتى شابات في مقتبل العمر، حتى اطفال. باختصار موضوعنا لنهار اليوم راح يكون موضوع شويه شيء، لكن موضوع غصنا فيه في أعماق الجزائر العميقة، ونشوفنا عدد كثير من النساء تحتمت عليهم الظروف، وكاين نساء أخريات اللي غلطوا لكن لقوا نفسهم في الشارع عرضة لكثير من الأزمات ولا كثير من الأشياء اللي نشوفوها في الشارع. من بين هؤلاء النساء كاين نساء اللي طلقت، كاين اللي حوزها رجلها من البيت، كاين اللي هربت من البيت، كاين اللي حوزتها عجوزتها من البيت، كاين اللي حوزوا خياتها من البيت. راح نشوفوا ايضا حالات ولا حاله تحضر معنا البلاطو وين ما لقات حتى واحد يرفدها في عائلتها. بالك كثير من الناس يلومونا يقول لك برنامج خط احمر يجيبوا غير الحالات السلبيه او المشاكل تاع الناس، لكن صدقوني كل واحد فينا معرض للحالات اللي رايحين نشوفوهم الان في هذا التحقيق ولا في هذا الروبورتاج صغير. لكن انا مانيش حابه نعرض الروبورتاج حتى نيجي شيخنا البشير الابراهيمي. عيط لنا البشير الابراهيمي، شوفوا هنا، عيط له ولا نعيط له انا؟ نعم نعم، تعيط له ولا نعيط له؟ خلي معلش نعيط له نشوفوا. عيط له وين راه؟ في انتظار يجي شيخنا البشير الابراهيمي. خلوني كالعاده نحكي لكم على اهم وشفنا في هذا الروبورتاج. نهار قررت اني نروحوا برا للشارع ونشوفوا نساء، نشوفوا فتيات، ولا مره كنت نظن بلي رايحه نشوف شابات في مقتبل العمر، بنات كاين اللي في عمرها 18، كاين اللي في عمرها 19، كاين اللي بالك حتى تلاقينا مع فتيات اللي ما جابتش معدل مليح في البكالوريا خرجت للزنقه. لكن انا دائما نحب نحكي مع النساء ونحب نحكي مع البنات انه دائما يعني بالك من اللي بدا. واش يقول لك شيخنا؟ شيخنا وين راك؟ هاي ما احنا بدينا الحصه نستناو فيك. شكرا صحيت. ونواصل؟ قال لي زوج دقائق نكون عندكم. زوج دقائق هنايا معلش، حنا نستناو الباشي الابراهيمي زوج دقائق. كلمه للمجتمع اللي راهم يشوفوا فينا، لانه هذا الموضوع اللي راح نتطرقوا عليه نساء الشوارع يعني نساء في الزنقه. انا نقول لكم بالك 90% من النساء اللي في الزنقه تحتمت عليهم. الله غالب عليهم، لقاو رواحتهم في الزنقه. لكن 10% هما اللي يحبوا هذاك، اكيد يحبوا هذيك الزنقه، هذه النقطة، يحبوا هذيك المعيشه. هذه النقطه المهمه في علم النفس، يتكلموا على بناء عن شخصيات. يعني لما نتكلموا على الفرد احنا نتكلموا على الشخصيه وبنيه الشخصيه كذلك. هناك شخصيات، هناك شخصيات مرضية في حد ذاتها تصنف ضمن الاضطرابات النفسية أو ضمن الاضطرابات العقلية كذلك. في العلاج هناك العلاج الأسري، احنا توسطوا كوما ميدياتي راح نكونوا كوسيط في العلاج. أول حاجة راح نجيبوا إذا كانت طفلة ولا راجل مع المرض تاعه ولا الطريقة تاعه، وكان عندنا عند أطفال أكيد أنه نحاولوا نعاودوا نجيبهم. كل مرة تكون جلسة خطرة مع هذا خطرة مع عندهم، بعد نعلموا اللي يكون أقرب للأصدقاء فاني يدخلوا في في العلاقة العلاجية. وكذلك احنا راح نقول حلو الحمد لله، لكن عندنا حالات اللي الحمد لله توفيق من ربي سبحانه عز وجل انه رجعوا حقيقه لاهليهم واولادهم، وهذا هو الفرحه الكبيره. وهذا هو الهدف تاع برنامج خط احمر، اننا كي نعرضوا حالات تاع النساء اللي في الزنقه، مش باش نقولوا يا ناس شوفوا راهم كاينين النساء في الزنقه، لكن ايضا كي نعرضوا هذو الحالات بس الناس ولا النساء اللي راهم يشوفوا فينا هايلك الزنقه ما ترحمش. لكن مرات كما يقولوا للصبر حدود، خاصه المراه الجزائريه تصبر تصبر تصبر، لكن يجي وقت وين ما تقدرش تصبر. وهذاك الوقت اللي ما تقدرش تصبر لانه مثلا عائلتها نشوفوا قداش انا في خط احمر شفت نساء ينضربوا
شفت نساء يتهانوا، شفت فتيات في مقتبل عمر عندها 20 سنة تزوج رجلها يوميا يضربها بالسبتة وصابرة وتقول لي يا فضيلة ما نقدرش نولي للدار باش ما يقولوش بلي زوجته بعد عام طلقت وعودت رجعت. لكن أعتقد في الدين تاعنا ما كاش المرأة تهان وما كاش المرأة تذل وما كاش المرأة حتى تضرب هذاك الضرب المبرح. يعني ديننا ماهوش دين تاع ضرب المرأة. وكاينه نقطة فقط نعم. نقولها أنه الأولياء الآباء والأمهات اللي راهم يشوفوا فينا اللي يقول لك أنا نزوج بنتي يعتبر باللي كيزوج بنته وكأنها قنبلة موقوتة تهنى منها. حتى عندنا بعض المصطلحات سلبية أكيد. زوجها وتهني منها حقيقة هذا 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 أصلا في حد ذاته عقاب. يعني يقولوا لي أخيرا وصل شيخنا، نرحبوا به. شيخنا مرحبا بك. الله يسلمك. على سلامتك. الله يسلمك. درتنا روطار كالعادة. الله غالبا بين دسير الجزائر. يعني الموسم القديم ولا الموسم الجديد؟ كيف كيف؟ لا لا الوقت. الوقت. ما شاء الله. لاباس شيخنا. لاباس والله الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. كيفاش جوزت هذه الأيامات؟ كيفاش؟ دوزنا بالستريس. هذا واش كنت نحكي، كنت نقول لهم بالكم تشوفونا احنا يعني جماعه التلفزيون بلي ما عندناش مشاكل، ما عندناش هموم، عايشين هذيك الحياه المثاليه. صح ولا ماشي صح؟ كاع عندنا مشاكل. كل انسان عنده مشاكل، صح. ما كانش الانسان اللي ما عندوش هموم، ما كانش الانسان اللي ما عندوش مشاكل، ولكن كل واحد راهو عايش المشاكل ديالو خارج هذه شاشه الكاميرا. ولذلك في الانسان لازم نعرفوا حاجه باللي ان هذه الدنيا هي دار تاع تعب ودار تاع الم ودار تاع حزن. النعيم اللي نحوسوا عليه نلقاه يوم القيامه في جنه الخلد ان شاء الله. ولازم ايضا الانسان يقتنع بالشيء اللي ربي عطاها له. انا دائما مثلا نقول اذا ربي مثلا ما عطاكش الان خدمه الا اذا راه مخبيها لك في يوم من الايام، اذا ربي عز وجل ما عطاكش زوج الا اذا راه مخبي لك ما هو احسن. طبعا قاطع الكلام، الله عز وجل ما منعك الا ليعطيك. ما منعك الا ليعطيك. انا اعرف شخص داسك اجتماعي. الله يبارك سوسيال. مازال غير احنا ما ديناش. ان شاء الله ربي يمن على كل واحد يحتاج. الداسك اصبح من الضروريات التي لا تستقيم الحياه الا به. ما تقدرش تعيش حياه كريمه مهنيه انت لابس انت ومرتك ولادك الا اذا كان عندك سكن، عندك باب يتغلق عليك. صح. اذا ما عندكش باب يتغلق عليك راك بالكرا راك تعبان. هذا الرجل ما عندوش عمل، كل ما يقدم ملف ما ربي ما يسهلوش. المره الاخيره سمعت باللي داسه كان سكن اجتماعي. مبروك عليه. ومن بعد قلنا له الحمد لله انك ما توظفتش، لانك كان توظفت اكيد غتخلص فوق 2 ملايين و400 وما تديش السكن. صح. اجتماعي. الان ربي من منعك من العمل ولكن اعطاك سكن اجتماعي. نعم. ما منعك الا ليعطيك. الان خط احمر اصبحت منا. صح. اصبحت شيء ولينا جزء من العائله الجزائريه. قلت لهم بلي ممكن خط احمر راح تحبس. قالنا ما نسمحوا لكمش احنا. علاش؟ قالنا لان خط احمر اصبحت حصه تاعنا، انتم عندكم الحق تقدموها فقط. صح. اما صح. الحصه خط احمر حصه تاع المجتمع، نتربوا منها، نتعلموا منها، نجلسوا. اذا كانت الوسائل الوسائط هذه فرقت الاسره. عباك الاسره هي مشكله ولا ما تقعدش مع بعضها. صح. قال الحمد لله درتوا لنا حاجه في قناه الشروق، هذا خط احمر العائله بكاملها لمتها. احنا كنا نغيروا شويه ومن بعد درنا ولينا ما لقيناش خط خير من خط احمر. الرجوع الى الاصل فضيله. فضيله. انا قالوا لي باللي حرام عليكم كتحبسوها. قالوا لي لا حرام. قلت لهم علاش؟ قالوا لي احنا كنا نتعلموا منها. صح. كنا نترباو منها، كنا المجتمع يتوجه منها، ما تحرموناش هذا الامر، راهو يمشي، عاونونا باش نتغيروا. انا ما عاودتش رجعت حتى طيحت 10 كيلو، ذاك زدتو. كاين من الاشياء ربما اللي تشين، خلينا من الريجيم وخلينا من السبور، بصح كاين شويه الهم شيخنا. الهموم لا تمر بها الجزائريين، احنا انا واحد واش قال لي والله نتكلم مع واحد جزائري كان عايش في الغرب، كان عايش في بريطانيا الانجليز. كي جا شاف المشكل تاع التريسيتي، المشكل تاع الماء، المشكل تاع الحليب، باش تجيب الحليب لازم دير لاشان الى غير ذلك. قال لي الشيخ، قال لي انتم ربي ان شاء الله ما يعذبكمش يوم القيامه. قلت له علاش؟ قلت له الانسان اللي يدير الخير ربي يجازيه واللي يدير الشر ربي يعاقبه. قال لي انتم خلاص ذاك تعذبتوا في الجزائر، تعذبتوا في الدنيا يوم القيامه. قال لي الهموم كاع هذه اللي عندكم، صح هموم كبيره. بين قوسين شيخنا هذا الجزائري اللي عايش في الانجليز قال لك هكذا. هنا لهنا الجزائري مساكن يحليلهم الناس ماهوش مهنيين، ظروف كلها مهيئه باش يريحوا. كنا نحكوا على المكتوب والقناعه والرضا، كنا نحكوا باللي الانسان كيرضى بالحاجه اللي ربي عطاها له
حتما راح يعيش هذيك السعاده. والانسان اللي ربما ربي يعطيه كلش، يعطيه دراهم، يعطيه الذريه، يعطيه الرزق، يعطيه يعني يعطيه اهم متطلبات الحياه، لكن ما يعيش قانع بهذاك الشيء اللي ربي يعطاه له، عمره ما راح يحس بهذاك نوع طعم السعاده. صح ولا لا محمد؟ صح. وكاين حاجه واحده اخرى، وانه الانسان لازم يكون يعرف حاجه وقناعه في الحياه، هو الانسان يموت ما يدي معه والو. كان النبي عليه السلام وما عندوش ديفوان ماكله في داره، وحنا عندنا كل الخير من الفاكهه من الشراب من كل شيء، وما نحمدوش ربي. وعندنا اللبسه نبدلوا 1000 تبديله، وما كانوا يلبسوا لباس مبيس يعني مرقع ويلبسوه حامدين على الطاوله بارك. وهذا هو اللي كما قلتي انه تعكست، يعني القناعة أصبحت مظاهر وليس مثل. نعم. شيخنا يقول لك يضحكون على ثياب الفقراء حتى ألبسهم الله ثوب الفقراء. وحين منعوا أموالهم عن الفقراء أخذوهم حالة الفقراء إليهم. صح. أنا أتكلم على قضية تتكلم، وهذا الشيء مهم جدا، هذا لازم الناس قاعد يتوعوا فيه. الرضا، السعادة، السعادة ليست مال، السعادة ليست زوجة، السعادة ليست زوج، السعادة ليست سكن، ليست مال، السعادة هي الرضا. صح. ان ترضى بما قسمه الله لك تكون اغنى الناس. صح. ارضى بزوجتك تحسها باللي اجمل الجميلات. صح. ارضى بزوجك تحسيه هو السبعه الموجود في هذه الدنيا. لا لا، هي النساء دائما راضيات على ازواجهم. كاين نعرف زوجات ام يشوفوا فينا، نعرف نساء تصبر مع راجلها وتبدا معاه بالصفر وتبيع ذهبها على جاله وتربي له اولاده وترفد الغبينه تاعو وترفد هباله، بمجرد ما تطلع بالدنيا شويه ولا يرزق ربي شويه دراهم يبدا يفكر باش يعاود الزواج عليها. وكاين مثال يقول لك اللي ما عمرت، كاين بعض العين اللي تراب ما تعمرش عينه. لا شوفي شوفي، احنا اسمحوا لي رجال، ماشي دوك ماشي قاعده عامه، هذا بعض احنا لما تكلموا تقولي بعض. هذا البعض لازم نقيسوه احنا في التاريخ، هناك فروق فرديه في علم النفس. شوفي لما كاين في علم الاجتماع والعلم النفس كاين احصاء فرديه. شوف لما نتكلموا على التعدد هذا باش واحد يشوف وحده ثانيه، درك مسكين واحد مع وحده ما عندوش كيف نتكلم. انا واحد قال لي الشيخ ادعي لي في جمعه مرت كيك الشيخ ادعيني باش ربي يرزقني زوجه صالحه. شحال في عمره؟ 47 سنه. قلت له انت يا شيخ، قلت له انت في زمن والدينا انت راك جد، ماشي ندعو لك باش تولي باش تعطيك زوجه صالحه. هذا الزوجه الواحده ما عنده، وهذه نسبه كبيره باحصائيات رسميه، ولكن هذا اللي يخمم في الزوجه الثانيه. هذا الاحصائيات شحال؟ تعدد في الجزائر 0.02%، معناتها نسبه قليله نادره جدا. لكن كاين ثانيك واحد الظاهره يناقشني فيها محمد، كاين بعض النساء عم يقولوا لي قبل المكالمه الهاتفيه، كاين بعض النساء انا نعرف كثير من النساء انها مثلا تعرف رجلها باللي رجلها باللي زعما كما يقولوا بالعاميه عينه زايغه، رجلها يشوف بزاف نساء، تقول لك معليش المهم ما يتزوجش عليا. دائما نقول انا لهذيك المراه نقولها كيفاش ترضي على بيتك وترضي على راجلك الحرام وتسكتي وتقول لك معليش يدور يدور ويعاود يرجع ليا. هذا كبيره من الكبائر، حينما ترضى الخليله ولا ترضى الحليله. لا لا انا ما قلتش، يعني انا راني في كيفاش الانسان شوفي شوفي كيفاش المراه ما تذلش روحها باش ترضى براجلها يخونها، نقطه الى السطر. يعني شفتي راجلك يروح للطريق العوجه ولا يروح للطريق تاع الحرام، عمرك ما تسكتي على الخيانه، عمرك ما تسكتي على الذل، لان الله عز وجل ما رضاش على عباده الذل، لانه ربي عز وجل ما يرضاش الزنا. لا يرضى لعباده الكفر، ربي ما يرضالكش المعصيه، كيف انت ترضي لزوجك؟ زوجك هذا وبابة اولادك هذا راهو اسمك انت، كيف ترضي له باش يكون في المعصيه؟ ارضي له في الحلال حتى نفرضوا انك ما رضيتش فيه، لكن لا تقبلين الحرام. والله غير اذا راح الحرام رحتي انت ورحت الدار ديالك. اكبر خراب للبيوت. نعم. هي الخيانه. نعم. فوق الخيانه ما كان حتى اكبر خراب للبيوت، لانه المراه الجزائريه انا دائما نقولها صبري على الجوع، صبري على الميزيريا، صبري على الذل. بصح كاين ذل من الذل، ربما ذل تاع الماكله ما كانش، ربما ذل انك تحيط تسلفي على دارتك، ربما ذل انك عندك حاجه ما تلقايش واش تلبسيها وتروحي تسلفي على اختك، لكن عمرك ما تصبري على حاجه تاع حرام، عمرك ما تصبري على راجلك يسكر عليك، عمرك ما تصبري على راجلك يسطل، عمرك ما تصبري على راجلك يخون عليك. وكيما تعتادي على اعراض ربي يسخر لك يعتادي على عرضك. صح. والعرض دين، تخلصوا اليوم ولا غدوه. احنا ما بقاناش وقت، نروحوا نشوفوا التقرير على نساء الشوارع ونعاودوا نرجعوا لكم.
عندي 20 سنة وأنا بالزراعة. هي كانت في عمري 6 سنين وأنا بالزراعة 20 سنة. دفينة تحلم بليلة عرسها، تحلم بالنهار اللي تكون فيه أم ويمة أولاد، لكن كاين واحد من الناس تحتمت عليه الحياة أنه ما يقدرش يحلم بهذا اليوم، وتحتمت عليه الظروف أن ليلة العمر تكون هي سبب باش كل أحلامه تتحطم. واش هي أصعب مشهد شفته في حياتي؟ ولا مرة تخيلت نلقى نساء وفتيات راقدين في الزنقة في الليل، كان صعيب عليا نشوف هذا المنظر في شوارعنا. يشوف شغل بتخبية لازم على الخمسة تاع الصباح تنوضوا على الستة. عارف ايه نوضوا هذه وبليجي بس كنا منو أهلنا هنا يوم ما قالوا ما بدأين فينا لا خلصة منو وكي تنوضوا وين تروحوا ما؟ يقعدوا هنا. في البداية ما عرفونيش باللي أنا هي فضيلة مختاري نتاع الشروق. في البداية خافوا يحكوا معايا، بالصح من بعد فتحوا لي قلبهم، قعدت معاهم وبدينا نحكي ونحكي. باش قنعتها بلي أنا فضيلة مختاري؟ جيانت تاع الخالد. مجموعة من النساء كل واحدة وهمها، كل واحدة ومشكلتها في الحياة. عندي 20 سنة وأنا بالزراعة. 20 سنة اللي كانت في عمري 6 سنين وأنا بالزراعة 20 سنة. كنتي تاكلي لبرا؟ عندي 7 سنين. 7 سنين؟ تغيبك عمرك؟ تغيب دهلي مش غاضتك هاني شوف الصغير مش غاضتك صغري صغرك الدموع هذه في عينك تعواش رفيضة 26 سنة برا ما زالك صغيرة عليها قلت لي خلاص وحياة كاي بصح برا حمدالك انتي أمه كانوا قضية في الدار في الدفاع في العز صار ما شكي أنا حياتي كاي الزنقة هادو هادو شوفوا هذا الدوسي تاع وحدة مريضة من عينيها ما يش تشوف عندها سكر وحياتها بين خطر عجوزة لو كان تشوفوها بالك عندها شحال في عمرها 70 سنة حدا شحال في عمرها 5 7 و 60 سنة وليدها حوزها للزنقة وخلاها مريضة مرمية حوزتها عرستها لبرا كما كنت تشوفوها هاي لي دوك نصور الكرطاب تاع الولدة راها وهذه تاع ولد دوك ينوض مسكين يروح يقرا خلاص ديها تاع ولد اول مره في حياتي نشوف ولدي كافح يقرا من الزنقه يروح ليكول درك شويه ما عندوش دار يقعد برا مع يمه واش من سنه يقرا سنه ثالثه لهنا بخاص كنا نصوروا بتخبيه بس لو كان يعرفوا ما يخلوناش ندخلوها عندك ادوات كيفاش يريفيزي كيفاش يراجع يقرا يجي غير يخرج من السيد يقرا يلعب شويه ياكل هذا الشاي وصحة ماشي غيظات الحال يقول لك مثلا يا يما احنا ما عندناش دار يا يما اي علاش هذا خاص خلاص شغل مني شحال عيني هو هكذا ما عندوش حياه كان عايش في دار بالك تغير له الحال طول الزنقه ما بين دار وزنقه بصح خلاص عاش حياته كلها في الزنقه يتسمى ما عندوش احساس تاع واحد في دار ومن بعد يولي في الزنقه خلاص عمل لي زاد هو هكذا عاد ما
ما يعرفش واش معناتها في الدارك شحال تغير كي تكوني في دار وتكوني برا. قولي لي كيفاش راكم عايشين لهنا؟ كيفاش ميزيريه يحقروكم سختو مسا؟ لا لا والله غير يسحقونا سختو مسا بعد الداله صافي. غشتا شتا ولا برد ولا مطر راكم لهنا لبرا؟ صافي عندي يعني ونرقدو بالداله. تبدو بالداله صافي. وحده تحس وحده وحده تحس وحده. انا بديت الدوله لي بورطام الدوله حوايجها الدوله حوايج الطفل الصبابيط خلاو حفيات غير الناس شراولو. الحاجه عندك سكر ياك؟ ايه جابيتي دوا سكر. شكون يجيبه لك؟ شكون؟ واش غايضك في هذه الحياه؟ غادني كلش غادوني ولادي يروحوا ضحي. واش غايبك كيفك؟ ماشي عايش هذا. ما يكون غير ان شاء الله. واش تقولي مثلا ريحي يا رفيد؟ واش تقولي مثلا البنات اللي راهم يشوفوا فينا اللي ان شاء الله؟ انا كرهت بنادي على حياتي كاع الزنقه. مازال ما اشكي هالبنات. علاش انا ما عنديش شغل كيما يعيشوا البنات يخرجوا من ديارهم يحوضوا يولوا لديارهم. انا ميم برا ما كاش اذا خرجت نخرج من السبيطار ونعاود نولي للسبيطار. ما كاش عفسه وحده خان حنخرج منها. واذا خليت انا دوزاني ديجا حوايجي تاشتا الدوام لي كامل. كنا دايرين كيطوف عليه من لاح كنا قاعدين فيه جاو لابوليس قال لك لا لا. قولي لي سهام شنو الحاجه اللي خلاتك تخرجي من الدار ولا خرجوك لبرا؟ المشاكل اللي خلاتك تخرجي برا؟ مشاكل تاع مرتبات. انا دوزتي معاها ولا؟ قولي لي صحه وشحال عندك وانت برا؟ انا عندي 10 سنين قلت لك برا. ودباتي برا؟ لا انا كان جاب كان جبابه. شوفي كان جبابه في حل تقدري ترمي بنتك برا في الشارع. ما تقدريش ترميها برا. عجل ما ترمي بنتك برا كش من هذا. ولو كان يشوف باباك واش تقولي له؟ ما يشوفش بابا. شوفي انا جو فاميلتي على بالك شكون اللي جاو؟ جاو عمومي من هذه البلاصه لهنا. شوفي لو كان جاو قال لي روحي تروحي تعيشي معنا في دار ما قاليش هكذا. قال لي كاش ما يخصك نجيبو لك. هذا عمومي ماشي بعاد عليا. زعما واش نتمرمت؟ شوفي انا شوفي في حياتي ما درتش الشر في وحده. عشت في لي سونتر. شوفي الناس اللي الفاكين جابوهم مرضى اللي خدامين ما قدروش يستقبلوهم ويتقدموا ليهم. انا رجليهم خسيتهم ولا لا يسمح مرضى بصح ربي ما خلانيش. شوفي طحت. ومنين راكي تاكلي؟ منين توكلي هادو زوج بناتك صغار؟ احكي لي سهام. هاد بدا يجي كاين الناس يجيبوا لنا الماكله في الليل. وفي البرد تباتي برا؟ احكي لي شويه باش الناس يعرفوا بلي بزاف نسا اللي راهم يعانوا في هاد البلاد. بات برا هذه زادت هنا فزت بها برا بصح جاب لي ناس عباد رفدوني ما خلاونيش. وعلاش ما حاولتيش تولي لداركم؟ الخوف ولا وشنو؟ ماشي الخوف لا. ما كان لا خوف لا. شحال عندك كنتي تاكلي لبرا؟ عندي 7 سنين. 7 سنين؟ شحال في عمرك؟ راني نشوفك صغيرة الله يبارك. 21 سنة. 21 سنة؟ 7 سنين ملي خرجتي من الدار. وكيفاش راكي عايشة لبرا؟ كيفاش؟ كيفاش حبيتي؟ كي تعرفي الزنقة كيفاش؟ معيشة ماهيش معيشة. باينين بلي نخافو منين داك ما نرقدوش كاع زعما حتى الصباح ولا ترقد وحدة وحدة تعس. بصح باش تقدري ترقدي هاكا مهنية ما تقدريش. واش رايبك كيفي؟ ماشي شاذ. مولي في عينك تاع واش؟ الحقره الميزيريه مقنوطه تاع الوحش تاع الدار تاع كلش. انا خاف عليه اكثر من يخاف على طفله باسكو هو عايش في الزنقه. ما قريتو شغل ما كاش ما كاش. كان طفله باينه بلي كاش تخافي عليها. دوك هو عايش في الزنقه يتحسس ما عندوش بابات ما عندوش شغل
بزاف عفايس نورمالمون يدخل للدوش كدا يجي من المسيد يدوش يحفظ كدا ما كاش وشكون يوري له يقرا على ماشي قريه قال لك ما ديروش كيطون ممنوع حبيتي ماشي في جنينه حبيتي روحي كري روح باش نكري انا ما عنديش راجل يخدم عليا وخدمه ما كاش ما يخدموكش ريزيدونس ما عنديش انا مأوى باش ندير ريزيدونس والطفل هذا واش يقول واسمه واسمه احكي لي احكي لي قاتك تقرا راك تقرا واش من سنه ثالثة سنه ثالثة واش يقولوا لك صحابك برا هذا يحشم يقولوا مداتنا في ميسون ما يقولوش اني نرقد قلا واش راك حاب واش راك تقول لي تخبى بالكورفيطات بالكورفيطات ما يشوفوش صحابو يحشم يقولوا لي انت ترقد برا تقرا معانا رحت للصدر انا في الشتاء تاع العام اللي فات كنت بتجي الباب وكنت نخدم رحت ليها ما كاش شفت خدمه تنقز رودية الطوماطيش يديروا يعطوك شومبرا مع كاع الناس المليح ودوني وشومبرا لي مورا طرواسي صح يخدموكم في المراكز هذو مثلا يبعثوكم عند الناس تخدموا فام دميناج ما يشدوكش يشدوك ماكسيموم مينيموم سمانه انا باش نقعد سمانه نروح نقعد برا خير اون بليس دي سا يقعدوك مع المهابل مع المقملين مع اللي يسوى مع اللي ما يسواش ويمدوا السكر انا يا رحت قعدت تما نهار لا دوزيام جور جيت لقيتهم يضربوا بالمواس كدايا وبعدا تيكني حاوزني غير انا هذاك واش فيها المراكز هذيك بزاف بنات سقسيتهم علاش ما يحبوش يباتوا في المراكز تاع الدوله كل واحده واش تقول لي حاوزك هذاك المدير هذا ماشي مركز هذا تروحي تباتي ما يخليكش تبات يحاوزك حاوزوني على الوحده تاع اللي رحت للبلاط تاع بناكل ونعاود رجعني قالوا ما نبيتهاش يحكوا فينك باللي كاين لا دروك الداخل كاين كاين كلش كيما كي عايشه برا تعيشي لداخل تتكيفي تشارجي تليفون تصوري تكونيكتي كلش كلش واش كاين برا كاين في السونتر ماشي نقي السونتر تخيلوا معايا هذه المخلوقة صح غلطت كي خرجت من البيت ولقات نفسها في الزنقة تبات تحت الحيطان وعلى الكرتون بصح إذا هي غلطت واش ذنب هذا الطفل الصغير واش ذنب طفل جا للحياة لقى نفسه بلا بيت ولا سقف ولا جدران الشارع هو بيته وأمه هي كل حياته عينة صغيرة من عشرات النساء اللي راهم عايشين في الزنقة نأكد فقط باللي الأخت الأخيرة اللي شفناها يماها اللي كانت في يوم الأيام خرجت من البيت كي خرجت علاش قلت لك الأب أحيانا الأب يتحمل ذنب هذاك الطفل الصغير كي خرجت يماها من البيت ما عاودش حوس عليها الأم جابت هذيك الطفلة طفلة غير شرعية هذيك الطفلة غير شرعية كبرت جابت ابن غير شرعي والحياة تستمر يعني خطأ مرخطأ ولا خطأ خطأ مقصر شيخنا شوفي يعني. شوفي عجيب أن بلاد كما هذه الخيرات من فوق الأرض ومن تحت الأرض احتياطي تاع البترول احتياطي تاع الغاز مازال جزائريين سواء احنا شفنا عينات تاع نساء وكاين عينات كذلك كاين الالاف اللي رفضوا التصوير ورفضوا الظهور والاف ربما اللي انا ما نقولكش باللي اعرفوا هذو اعرفوا منذ 15 سنه لان كنا نمشوا في الليل الشتاء الدافئ والوجبه الساخنه وكنت ننزل ليهم ونقصر معاهم نلقاهم والله كاين اللي ما عندهمش مشكل فقط عيطوا لي الوحده منهم مشكل ما عندهمش دار مشكل بلاد كيما هذه يسرقوا بواحد 30 الف مليار ما يقدروش يعني يخلوا 200 مليون باش يديروا الدار لهذه يا سرقت بصح دي على الاقل مركز محترم لا لا لانه مراكز فيها مراكز في ضوء انك تتكلم شيخنا اسمح فقط في ضوء انك تتكلم وتتكلمي على المراكز انا النادي من خلال هذا المنبر لكل الوزارة المعنية هي وزارة التضامن من خلال مديرية النشاط الاجتماعي أنه تدير مختصين نفسانيين مختصين اجتماعيين يديروا دراسات في الميدان مسحية سواء أطفال كما قلتي ما أطفال يديهم مراكز مسعفة ولا أطفال حاجة باش تكون رعاية باش يخرجوا ما يكونوا يبنيوا الجزائر ماشي يعني ربما امرأة تحتمت عليها حد لك أمر عجيب شوية لما نقرأ التاريخ الإسلامي تاريخنا احنا يعني المغرب الأندلس كانوا دايرين منتجعات هذو دي سونتر للكلاب الضالة وللقطط الضالة مش للعباد معايا واحدة ألو مثلا ألو صباح الخير أهلا حفيظة وش راكي لاباس لاباس الحمد لله حام
صح مازالكم تباتوا لبرا اليوم صحاب الحصه صباح الخير عليهم صباح الخير الله يسلمك تعيش يا ويسمع فيك شيخنا الامام والنفساني محمد فرجاني قولي لي سهام البارح بتوا ايضا في الزنقه كيما لقيتكم ما زلنا هكذا كان في الزنقه رانا في الكارطون شتي علينا كلش علينا رانا هكذاك مرميين في الزنقه شوفي كاين الناس ربما كي يشوفوكم هكا ما يامنوش صح حبيتك تي تحكي نعم ما انا هكذا رانا في الزنقه مربين اختي مريضه عينيها يا اخي وريت لكم الصوتي سهام البارح كي عاودت رجعت لك لاني كانت عطات لي النيميرو باش نجيبها الحصه كي عاودت رجعت كنت نعيط ما نحكمهاش كي عاودت رجعت ليها لقيتها في نفس المكان تبات فيه قالت لي سرقوا لي التليفون احكي لي على الاعتداءات اللي تعرضوا لها في الشارع في الشارع ما ترحمش شوفي سرقونا وساونا داونا حوايجنا كي نطلبوا هكذا كنا نقول لهم كيفاش ما تعطونا يطلبونا من حوايج واحد اخرين واش داروا لكم؟ البارح قلتي لي كي عيطت لك الصباح قلتي لي البارح صار مشكل هنايا تحقرنا وتواسينا على هذيك كنت نطلع الحصة ما قدرتش اختي راهي مريضة بالسكر والدنيا والله رانا يا فضيلة ربي يعرف بينا صح سهام قولي لي كل واحدة والمشكل ولا الهم اللي خلاها تخرج للزنقة وأنا كاع واش حكيت معاكم كاين كثرة هاي من بعد تندموا تقولي يا ريت أني ما خرجتش صح أنا وأختي الكبيرة مريضة الزنقة وش قصة أختك الكبيرة عرفت باللي واحدة من عرايسها هي اللي حوزتها للشارع خرجت بتناقشت معها وكلش خرجت بها والدار كلش أشينا ما بيك في الزنقة خوتها عجوزة كبيرة تصور شيخنا عجوزة كبيرة توصل وين عروستها تحوزها للزنقة أنا تناقشت معها معليش سمحي لي أختي خرجت لبرا أنا ما نلومش العروسة انا ما نلومش العروسه لوم الاب أنا العروسة. وليدها شوف العروسه قد تكون شيطانه وقد تكون مؤمنه انا نلوم وليدها هذاك اللي يسموه زعما راجل هو زعما ماشي راجل لانه اللي يرضى ليماه تعتبات برا هو يبات في الدفا هذا ماشي راجل ماشي بنادم اذا المراه هذه عجوزه ديريها باللي انها وسيله باش تدخلي بها الجنه تروحي تحوزيها باش تكوني سبب لان اذا حوزتها ولا ذات نقص على راجلها باش حوزي ما تدي الاثم معها نشوفوا تقرير صغير على خالتي فاطمه ونعاودوا نرجعوا يقول لهم لا فاميلي بنت خدكم راهي مريا برا راهي ما تسواش واش من الدالي صبتوا فيا واش انا كبيره راني 58 سنه كيف تقول على خدكم ما تسواش طرموني برا واش يتسناو فيا الخير بصح مزيانه شاده فيني في شاده في الشرب ديالي ناكل خبز وما راسي بالسمن واش غايضاتك عشاك تبكي غايضتني عمري التعب تاعي ما لقيت لا ولادي لا وليدي يتبع في خالاته لا خواتاتي لا خوتي خمسه رجال يا خال كلمه لسان خمسه رجال راهي تسوى راهي تسوى اكيد باتي برا في الزنقه الظلمه احكي لي بت برا قبل ما نجي لهنا شوفوا مول لوتيل هذا مول لوتيل قلت له غالي ما كاش مشكل روحوا تشوفوا ان شاء الله ما يكون غير خير خاطر يجيب لك الفاليزه فيها حوايج يماه وقش ويرمي انا المارو قال لي ومن بعد عطاني الكلايم بومبات قال لي انت ماشي منيحه ما قعدتيش هاد المرات تخدمي وانت ماشي منيحه قلت له نبقى لي خدمه قلت له انت تخدم عليا ماشي انا نخدم كنت عييت خلاص خدمت
خمس سنين وانا نخدم عند الناس خلاص عييت فوتيت ما قدرتش. دونك نورمال هي المراه تقول لي نورمال مونتي ولادك يخدموا عليك ماشي انت تخدمين. قدي نورمال ديرها في بلاصتك والقمه تجي لعندك. حط لي حط لي حط لي حط لي قلت له الكلام ماشي تاعك تاع خالتك تاع. وباش راكي كاريه لوتيل لهنا؟ خدمت عند المراه مليون كل يوم نعطيولوش فيها. اليوم هياك اليوم 10 ايام كل ما نعطيولوش فيها. هوني بعد وين تروحي؟ ما على باليش ما على باليش ما على باليش وين نروح. هني عايشه بيبري نرجعوكم مجديد بعد ما شفنا هذا التقرير ديال خالتي فاطمة اللي تخلوا عليها أقرب الناس ليها. خالتي فاطمة مرحبا بك. يسلمك مرحبا بك. راكي في الزنقة راكي من المراقد اللي باش تحلي باش تباتي بمئة ألف وليدك سمح فيك. سمح فيا ست سنين وأنا في الزنقة ست سنين وأنا مرمية بصح ما نقدرش نبات برا ما نقدرش امبوسيبل ندير كرتونه ونقعد ندير هكا كرفيطه ولا ندير جيلي ونقعد في الدرجه ونقعد الميكروفون فقط فقط خلي نقعد في السبيطار عند الباب تاع الاخر يجوا لابوليس يدوني يدوني حتى صح. احكي لي كيف صرا المشكل باش وليدك حاوزك لبرا؟ مشيت وليدي ما بقوش معايا باباك ديموند اطلاق ما جاش قالوا يما وين تروح ما بقوش معايا مع دارنا كاين خاوتي خمسه خاوه والبنات ثلاثة خمسة خاوة رجال 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 ساكنين كاع في دار وحدة ما قالهمش يما علاش ترموها يما تقعد هنا هاي في دار مع يماها مانيش مع خاوتي ما يقولش يما علاش ترموها يما تجي 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 لعنده كيما كبرتيه وزوجتيه وجبتي له مرة وقريتيه وبيروح لدارنا كل سمانة يروح مع خاوتي يقعدوا تما مع خوالي بصح دار يما وحدها في البرومي ايطاج ويطلع الفوق وناني في الزنقة يقول لهم خاوتي نروحوا نجيبوا يمانا علاش؟ عندك ولد واحد؟ عندي ولد واحد على ثلاث بنات هو الكبير في عمره 36 سنة. وعلاش هذا وشنو علاش؟ علاش حاوزك؟ واش كاين؟ واش كان المشكل؟ ماشي حاوزني بعيد عليا بزاف يسمع لخاوتي بزاف يسمع لأختي هذه. بصح سؤال الحاجة الحاجة معليش كيفاه خاوتك ووليدك يتفاهموا عليك؟ يعني صعيبة ممكن وليدك ممكن وليدك عيان بصح خاوتك يقدروا يوقفوا معاك الخو لا 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 الدمجه يولي ما عندي خويا واحد كنا موس واحد يذبحنا كسره وحده نقسموها على اربعه وناكلوها عشنا في الميزيريه بكري تسعه خمس اربع بنات وخمس رجال. احنا المشكل تاعنا كيفاش ابن يحاوز امه للشارع مهما تكون هذيك الام سيئة ماشي سيئة مليحة ماشي مليحة كيفاش يلحق ابن ما وقفش معايا كي ما وقفش معاك محاوزك هو محاوزني ما وقفش معايا لا مع دارنا لا مع باباه هو عنده دار هو ساكن مع الشيخ ساكن مع باباه. عندك تليفون تاع وليدك؟ ايه عندي تعطيهولنا نعيطوا له؟ ساكن مع بابا يقدر يلقى لك حل انت ما تبات برا غير منطقي هذا كي نقول له دير لي حل يقول لي واش حبيتيني نجي معك للوطيل حبيتي نجي نكري معك لوطا انا بولادي اربع دراري هضروا هضروا بزاف عليا صح خالتي فاطمه تعطينا التليفون تاع وليدك نعيطوا له ولا يعيط له الشيخ؟ ايه شوفي شحال نقول لك انايا مانيش حفظته مليح اه في التليفون؟ اه في التليفون تليفون في الصاك نشوف فقط فاطمه الزهراء تنحينا التليفون تاعه نروحوا حنا فاصل ونعاودوا نرجعوا. رجعنا لكم جديد نرحبوا بالضيوف اللي التحقوا بنا الان مرحبا بكم. خالتي فاطمه عطيتينا النيميرو تاع وليدك احنا نحاولوا اننا نتصلوا بوليدك لكن شيخنا انا حبيت يعني مهما كانت درجه الخلافات اني هذه ام الانسان اللي ميرفتش امه مهما كانت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك امك ثم امك ثم امك. احنا تعذر علينا الاتصال بالابن ديالها لكن احكي لنا شويه كيفاش راكي مقهوره لداخل كيفاش والله راني ما تصوريش غدا قلت لي في يوم مره قلت له احتجت حوايجي جاب لك حوايجك في الباليزه جابهم لي وامام لي في نص الطريق ما دوم جابهمش للوتيل امام لي في الطريق وليت نرفد فيهم وحدي وانا عندي ظهري ما نقدرش نرفد ثقيل بديت نرفد بحاجه رفدت قبل الباليزه بعد الشريطه حطيتهم عيطت له قلت لي وليدي جيت من الدار ما تقدرش مرتك طيب لقمه وتجيبها لي انا نخلص الوتيل وانا نجيب سعيده ولا ناكل ولا شي صابون ولا قال لي انت تحبي هاد المشاكل هادو قال لي وين تروحي حتى واحد ما يشدك انت اللي ماشي مليحه قلت الناس يرفدين باسكو كنت عند الناس
الناس يرفدوني، يرفدوني شنو الناس؟ يرفدوني سمانه 15 يوم يقولوا لي روحي. راه غايبك لداخل خالتي. خاطني عمري بزاف بزاف، واش ربيت؟ واش تعبت؟ واش سفريت في الطفل هذا؟ سفريت بزاف. حملت الضرب تاع عمته، تاع عمه، تاع الشيخ قبيح بزاف، جدو الشيخ بزاف قبيح. خطات نقول نروح ونخليهم. وغايبك ثاني خياتك وخاوتك اللي سمحوا بزاف، هادو انا ربيتهم، انا كنت نلبس لهم باش يروحوا للمسيد. قلت لي كنت انا نخبز لهم كسرة. انا نخبز، انا رمضان طيب، انا نخبز، انا نغسل الفراش، انا نغسل الحيوط، انا كلش. بابا قبيح بزاف مجاهد كيقول. تحسي ظلموك هذه دموع تاع تحسي انه. تاع الظلمه تاع الحقره هذه، ما لقيتش انا روحي، علاش يديروا لي هكذا؟ يعني ذاك الحال كي تشوفي الناس مع خياتهم مع اولادهم تمشي في الزنقه تشوفي ام رفدها وليدها. رفدها وليد كنت تشوفي في الكار يقولها نزلت قدامي يقعد يقول لي يقول لها صاحبو عندي يومين ما شفتش يما توحشتها. انا نقول لهم عندي عام ما شفتوش ماشي غير يومين. وكي نرفد لي يقول لي واش تحقي ما عندهاش سمانه ما عندهاش. قلت لك مليت من دار شرع زعما وليت للدار. قالوا لي توليت ساليت وليت. حكمت الصالو تاع يما وقعت الدنيا مدوده. طنبيت باتوا في الصالو وانا في الزنقه وليت نقي وانا مريضه عندي اوبراسيون. قولي هالو وشوف فيك نطيب له نديرو بالقرعة نديرو بالقرعة تاع الجي يشرب نديرو بيتزا نديرو الماكلة نحط له نطيب له نحط له. يقول لي واش يقول لي؟ والله يا اختي زارة اللي عنده لانيم يجي عندك يبرا، اللي عيان يجي عندك يبرا كي تقومي به. نطيب نعجن خبز خمير نعجن خبز كوشة نطيب. ودركا كيفاش راكي عايشة؟ ودركا راني عايشة مدلولة عايشة في الزنقة. شوفي انا هذه ما عندهاش راني في الزنقة دوكا راني في الزنقة. معليش شوفي شوفي المهم القصة في علامة استفهام هكذا كبيرة. كاين شي كاين شي مجرد حنا عندنا في الدين ديالنا كاين امور مجرده ماشي قابله كاع للنقاش. قضيه اكرام الام واكرام الاخت، من كانت له اخت فاربا فاحسن تربيتها كانت له حجابا من النار. يا رسول الله من كانت له اختين، من كانت له اختين فاكرمهما فاربا فاحسن تربيتها كان له حجابا من النار. هذا بالنسبه لي عنده اخته ولي ويماه اليمات. هذا درك ما شكيت انا واحد ما يعرفش الحديث امك ثم امك ثم امك. كانوا نسقسوا الحيوط تاع المدارس يعرفوا بالحديث هذا. شيخنا كاين اللي قلوبهم قاسيه. شوف كتروح لدار العجزه تلقايا ما في اباء قلوبهم قاسيه على امهاتهم. إيه بصح كي تروح للزنقه كيما انا طلعت للزنقه إيه بصح امهاتك كاين هذا. شوفي كاين يزع الله بالسلطان ما لا يزع. اسمحي لي الحاجه. يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران. كيما تاذي حاجه نعاقبك، كي تخلي على والديك نعاقبك ندخلوك الحبس ترشى في الحبس. كيفاه باباك ويماك ومن جابوك كانوا سبب في الحياه ديالك سبب باش وليت راجل وقدرت تدير دار؟ انا ما درت والو حتى لو كان ديري حتى وديري. انا اعرفه نعرف ناس لا ما سمحت ليش نكمل لك. نعرف الناس من كثره برهم بوالديهم بربي باباه. باباه واش يكون؟ ماشي يصلي في الجامع واش السبحه ولا يما دار حجاب وكذا وعجوزه. بابا كرمك الله يخرجوا متبرنا يخرجوا سكران فايح يديه للدار ويدوش له وينقيه ويعطيه ياكل ويرقده. غدوه من ذاك بابا يزيد يدير نفس الشيء يروح تقول له يما علاش راك دير هكذا لباباك هو ما يسواش. تقول له باباك ما يسواش يقولها لا هو ما يسواش بينه وبين ربي. بصح انا يا عندي حاجه امرني بها ربي انني نبر بروحي. كي يفطن مرته تقول له يا احشم وليدك شو دار لك يبدا يبكي. قال والله ثم والله ثم والله بري بوالدي كان سببا في توبته. وصل نهار قال انا يا وليدي هذا ويكرف فيا ماشي هكذاك ما عنده يخاف ربي لازم انا نخاف ربي والله كان سببا في توبه والدي يجيبوا من الشراب. شيخ ما بقالناش وقت كلمه فقط نقولها ربما ننساو المحور اللي ايضا عنده مسؤوليه في هذه النقطه. وين هالكاميرا ديالي هذه كريمة؟ ننساو نقطة أنه العروسة اللي تقبل براجلها تحت سقف بيت واحد ومحوز يمه للشارع أعتقد باللي لازم تخافي على روحك وتخافي على أولادك. لأن الراجل اللي يسمح في يمه يجي في يوم من الأيام يسمح في مرته ويسمح في أولاده. أنا ما نقدرش نعيش مع راجل يسمح في يمه ولا يعير يمه ولا يسب يمه ولا ما يبرش بيمه. مستحيل هذا هو المنطق للناس العاقلين. اذا واحد سمح في اغلى حاجه هي اليمه حنا نروحوا فاصل يسمح 10 نساء. سمحي لنا خالتي فاطمه اعتقد نعاودوا نولوا لقصتك مره اخرى. حنا نروحوا فاصل نستقبلوا ركن خرج ولم يعود ونعاودوا نرجعوا لكم. عودنا رجعنا لكم. كنت قبل ما نختم كنت قلت كلمه انه دائما المراه هي صلاح الاسره.
هي قالت لك باللي كي جات عروستها صرات هذه الخلافات، دائما وجهه كلايم للعرايس اللي راهم يشوفوا فينا، عجوزتك كيما يماك صح ولا لا؟ لا شيخنا لازم هذا مهما كانت يعني احنا من ذاك نشوفوا احنا البنات نقولوا يمانا وكذا، لكن اعتقد دائما انها تعامل عجوزتها كيما يماك. مام تلعب الدور، مام حتى الام تعلم بنتها قبل ما تروح عروسها من صغرها وهي تقول لها تروحي تنشئ الاجتماع تلعب دور كذلك. في ركن خرج ولم يعد. تصور معنا شيخنا موضوعنا لنهار اليوم كان نساء المتشردات ولا نساء الشوارع. هذه الامرأة راهي الآن في الشارع، جاي يحوس عليها ولدها اللي كبر. هل عندك مش تشمك؟ سبع سنوات توحشتها باينة بزاف بزاف. يمك خرجت راهي في الشارع ما على بالك شو راهي؟ ما على باليش. خلونا نشوفوا هذا التقرير ونعود ونرجع لكم. كما انا ابراهيم ولايه بومرتاس، جيت نحوس على يما اللي عندها سبع سنين ملي خرجت من الدار، عندها ظروف المعيشه صعيبه شويه، انا ماذا بيا نلقى يما. فمشاكل مع بابا كانت، ما كانش المعيشه صعيبه، كانت تحوس لنا تجيب الدراهم باش تلبسنا باش توكلنا، وبابا ما كانش خدام، كانوا الظروف، كان من ذاك ينوض يضربها. دار على 3 تاع الصباح داتنا للتزاير، من طلعنا للقليعه، ايا عودت جابتنا للرغايه، ايا بعثتنا انا وزوج خاوتي، بعثتنا زوج خاوتي رحنا للدرماني ها واش كاين، قالت لنا وراي ماكم، قلنا لا ما على بالناش، درنا تصاور تاعها علقنا تصاورها، رحنا للاخرين للكوميساريات لي جوندارم حوسنا عليها درنا لا كوموند ما لقيناهاش، قالوا لنا ثم في البلاصه الفلانيه سما غير هنا ما لقيناهاش. كما هو طلب منها الطلاق، هي ما جاتش الضربه الاولى، الدوزيام ما جاتش، الثروازيام ما جاتش، هاي حكم الطلاق طلقها. وانا ماذا بيا نلقاها هذا مكان، ماذا بيا؟ من ذاك كي كانت معايا كنت نقول ربي يحفظها، ومن ذاك كنت نقول هاني نقول ربي يرجعها لي، صعيب الحال أني نقول ربي رجع حالي. في نفس الحلقة نشوفوا ولد 36 سنة يحوز يماه للشارع، ونشوفوا أيضا ولد مشتاق كلمة أم في حياته. إبراهيم إحنا كامل هنا أنا خاوتك، أحكي. السلام عليكم، أنا ماذا بيا نلقى يما؟ إن شاء الله يا رب. أنا راني حاب نشوف هذا مكان، ماذا بيا نشوفها قدامي؟ إلا راهي تشوف فيا نقولها أرواحي رانا محروقين عليك. شحال عندك ما شفتهاش؟ سبع سنين. كيفاش تزوجت هذه سبع سنين؟ مرة تزوجتها في مرة، هذه سبع سنوات اللي تزوجتها تزوجتها كحلة، ما قدرتش نعيش، ما قدرتش، الكبدة محروقة عليها، ما قدرتش نعيش بلا بها. شرحت لك الكبدة تاعك. ما تقدريش تعيش بلا يماك، يم الأم كالوردة، إلا ما سقيتيهاش تموت. ما تقدريش تعيش بلا بيها، وأنا ماذا بيا نلقاها؟ إن شاء الله. ماذا بيا نلقاها ونشوفها؟ وإذا راهي مهنية تقول لنا تعيط لنا في التليفون نروحوا لعندها. تقول لنا وراها ماذا بيا أنا راني حاب نشوفها. خلاتكم أنتوما شحال خاوة في الدار؟ أربعة. أربعة. مازالكم مع بعضاكم أربعة؟ لا. ولا كي تروح الأم شوية؟ ثلاثة خوتي عايشين مع بابا، وأنا عايش مع في درماني. مع جداتي وخوالي. سي بوغ سا تحس لها أكثر. تحسي لها تحرق في قلبك، خوتك اللي هي وأنتي هنا عايشين عند مانك ويمك فما على بالكش وين. صعيب الحال. قلت لك كيما كانت معايا كنت نقول ربي يحفظها، وضك هي راحت كنت نقول ربي يرجع حالي ليا، ربي يرجعها صعيبة. هي راحت قلت بلي الضرب تاع باباك اللي كان بزاف عليها. ايه لا بريسيو 15 سنه زواج، ما كل خطره وين ساكنه، 15 سنه زواج، خطره تكريه هنا، خطره اللي كان عايشين كنا عايشين عند دار ولاد عمها، ما كانش حامد ربي، ما تقدريش. واش تتفكر على يماك؟ شحال عندك دوكا قلت لي 19 سنه؟ 19. واش تتفكر على يماك؟ تفكر كلش. مثلا حاجه اللي ترقد في الليل وتتفكرها؟ كنت نطيح مريض، هي كانت تجي لعندي
ماني كانت تحكي لي قالت لي كي تكسرت من يدك كانت هي اللي واقفه عليك نهار اللي درت اوبيراسيون هي اللي وقفت عليك ودوك ما كاش كاش كي راحت هذيك ما كاش عندك مانك توقف معك خوالك يقفوا معك صح ايه هاي الكاميرا قدامك بالك هي تشوف فيك واش تقولها انا نقولها اذا راكي تشوفي فيا عاودي ولي ليا رانا محتاجينك بزاف خوتك محتاجينك يماك راهي محتاجاتك اذا راكي تشوفي فينا عاودي ولي لينا ان شاء الله انا نوصي هذا النداء الصوره اللي راهي امامكم هي صوره السيده نسيمه بولحكاكز عمرها 41 سنه والده ابراهيم اسماعيل رقم الهاتف يمر اسفل الشاشه نقولها باللي وليدك ولادك اربعه اعتقد انتم ربع ذكور اربعه ما عندكمش بنات ما كاش اربع ذكور اربعه كبار عليك ولا صغار عليك كاين واحد كبير عليا وثلاثه وزوج صغار وهذوك الصغار يحوسوا ثانيك هما لا لا كاين واحد صغير اللي يقرا اها ما كاش شكون اللي يقوم به سما هو خاوته خو ان شاء الله ان شاء الله تعاود ترجع لكم انا لهنا ما بقاليش وقت نقول لك ان شاء الله تعاود ترجع نعاود فقط نقول لهم عاودوا رجعوا لنا النداء الصورة اللي تظهر أسفل الشاشة هي صورة السيدة نسيمة بولحكاكز 41 سنة والدة الشاب إبراهيم إسماعيل في عمره 19 سنة اللي جاي يحوس على يماه خرجت في عام 2012 ياك 2012 وما جاكم حتى خبر وين راهي الدور ولا وين والو كانوا يقولوا لنا هنا وهذاك ما كاش تروح يا خص إشاعات إشاعات يقول لك هنا ومن بعد ما كاش إن شاء الله تروح احنا عند وكيل الدولة درنا بتصورها عند وكيل الدولة ما كاش حد الان ان شاء الله ان شاء الله هذا البرنامج ان شاء الله يفتح لك الامل وكامل للناس فاقدين ماليهم وان شاء الله احنا فعلا نضموا صوتنا صوتك ونقول لها كي تسمعي فيه وكي تشوفي في وليدك ان شاء الله بالعاطفه والكبده اللي هدر بها هي عاده نقول للمراه تقول تشوي تاع الكبده تاعي اللي هو وليدها ولكن هو قال انا الكبده تاعي دليل على ان الام ضروريه في حياتنا وضروري ان اولادنا يكونوا في حياتنا كذلك احنا ما بقاش وقت انا نقول لكم لكن قبل ما نختم نروحوا هذا الفاصل ونعاودوا نرجعوا لهنا ما بقالناش وقت كنت دائما نقول ما بيش اذا راني شافي هذاك الدعاء تاعنا ولا لا لا ان شاء الله يا رب ربي يشفي كل مريض ان شاء الله كل غريب يعاود يرجع لذويه ان شاء الله ان شاء الله كل واحد مقبل على فرح ربي يكمل له ان شاء الله ايضا ان شاء الله كل امراه ولا كل رجل يحوس على الظنا ولا يحوس على الذريه الصالحه ان شاء الله ربي يرزق له وان شاء الله كامل نرضاو بالشيء اللي عندنا انا ما بقاليش وقت نقول لكم في امان الله الى اللقاء